حد يقول انه انت انا اتوضا ولا بس انت اللي بيدعي اللي تعمل انه انا اتوضا تعتبر نيه. ايوه انا جزاك الله. انا اجي صلاه الظهر واجي جامع منه جاي جامع على صف اصلي صلاه الظهر. يعني لو ما ذكرت اي حاجه انا عادي عشان اصلي الظهر، ما ذكرت انه اصلي الظهر هل ال ال الحكايه دي بتعتبر نيه او اذكره؟ جزاك الله خير يا عم احمد، ده سؤال طيب جدا وده كان مهم في الكلام. دي المساله دي تكلم فيها العثيمين ابن عثيمين رحمه الله، قال النية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها، بل التلفظ بها من البدع. الرسول عليه الصلاه والسلام ما كان بيتلفظ بشنو؟ بالنية، لانه محلها القلب. انت اذا ودار تنوم ما بتقول نويت ان انام، بتفرج الملاية وتبقى مارك طوالي بتنوم. فالنية محلها القلب لا يتلفظ بها، بل التلفظ بها من البدع. عشان كذا زول جاي يصلي، بعض الناس يجي الله أكبر داري يصلي المغرب، نويت أن أصلي خلف هذا الإمام أو مؤتمم بهذا الإمام ثلاثة ركعات اثنين جهر واحد سر، وبكون الإمام قرأ الفاتحة وماشي وده لسه شغال، ما هذا ما بجوز. وإنما تنوي بقلبك. الفائدة الثانية ذكرها في السؤال جزاك الله خير، ذكر ابن عثيمين قال هذا الحديث فيه رد على الموسوسين. في ناس عندهم وساوس كثيرة، قال اتوضى يعني ثاني عيد يقول انا نسيت البسملة. طبعا البسملة واجبة، ده الراجح من اقوال العلماء واجبة. بسم الله، وابن الكثير قال في البداية بسملة، يقوم يقول نسيت البسملة. هو الأولى قد يكون نساء، ثاني يجي نسيت يكبر يكبر ثاني يسويها بدل الصلاة عادية صلاة عيد سبعة تكبيرات شغال الله أكبر الله أكبر، ده كله قال وساوس. ابن عثيمين قال أنت مجرد ما مشيت للموية، ده معنى كلامه، أنت خلاص نويت، مجرد ما جيت المسجد أنت نويت الصلاة، مجرد ما جاء وقت الظهر نويت تصلي الظهر، بس ما بيحتاج شنو؟ تتلفظ ولا تدخل عليك الوساوس تكتر عليك. وإنما هذه الأمور واضحة، زول مجرد ما بدأ في الشروع لعمل معين فلا بد أنه نوى لهذا العمل، فما يتلفظ بها. جزاك الله خير يا عم محمد، سؤال طيب. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.